في مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 845 هجريا، توفي أحمد بن علي المقريزي، المؤرخ المشهور وصاحب كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. وأحمد بن علي المقريزي هو مؤرخ الديار المصرية، أصله من بعلبك ونسبته إلى حارة المقارزة من حارات بعلبك في أيامه. ولد ونشأ ومات في القاهرة، وولي فيها الحسبة والخطبة والإمامة مرات، واتصل بالملك الظاهر برقوق، فدخل دمشق مع ولده الناصر سنة 810 هجريا، وعرض عليه قضاؤها فأبى وعاد إلى مصر. من أشهر تأليفه كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ويعرف بخطط المقريزي، والسلوك في معرفة دول الملوك، والبيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب. وقال عنه السخاوي: قرأت بخطه أن تصانيفه زادت على 200 مجلد. في 16 من شهر رمضان سنة 1213 هجريا، تمت مطاردة نابليون بونابرت للمماليك في العريش، ثم هزم أمام عكا. فقد وصل نابليون إلى مدينة عكا، وكان لابد من احتلال هذه المدينة لكي يستطيع الاستمرار في حملته شمالا إلى الشام، حيث كانت مدينة عكا تحتل موقعا استراتيجيا مهما. كان السلطان العثماني سليم الثالث قد أوكل مهمة الدفاع عن المدينة إلى القائد العثماني أحمد باشا الجزار، بعد أن رقاه إلى مرتبة وزير. ومن بعدها بدأت المعركة، وبدأت المدافع الفرنسية تصب حممها على قلاع المدينة وأسوارها، ولكن لم تتحقق توقعات نابليون في النصر السريع، فقد أبدت الحامية العثمانية لمدينة عكا شجاعة فائقة في القتال، على الرغم من تفوق الجيش الفرنسي من ناحية العدد والعتاد الحربي، ولا سيما في عدد المدافع التي كانت تصب حممها على المدينة الصغيرة المحاصرة. وعقد نابليون مشاورات عدة مع ضباطه، ثم قرر إرسال رسالة إلى القائد العثماني يقترح عليه إجراء المفاوضات بين الطرفين، لكن المفاوضات فشلت، ورفض الجزار ما جاءه به الوفد الفرنسي، وأمر نابليون بأن يتم وضع العشرات بل المئات من المشاعل ليلا على مقربة من أسوار المدينة، لكي يستمر قصف الأسوار ليلا ونهارا دون توقف. وهدم بعض أجزاء من سور المدينة. وأخيرا وبعد 64 يوما من الحصار الشديد والقتال الدامي، قرر نابليون فك الحصار، ويعلن بانسحابه أنه هزم من قبل قائد عثماني هرم في 70 من عمره. وكانت هذه هي المعركة البرية الوحيدة التي خسرها نابليون حتى ذلك اليوم. في مثل هذا اليوم من سنة 1325 للهجرة، تم الإعلان عن تأسيس الحزب الوطني المصري بزعامة مصطفى كمال. وقد نشأ الحزب الوطني قبل ذلك التاريخ بسنوات كجمعية وطنية مرتبطة بالخديوي عباس حلمي ثاني، ومرت العلاقة بين عباس الثاني وقيادات الحزب الوطني بزعامة مصطفى كمال ومحمد فريد
بمراحل مختلفة، وكان الغرض من إنشائه مقاومة المحتل والحصول على الاستقلال. وأفكار الحزب الوطني إسلامية تحافظ على الرابطة الإسلامية والخلافة العثمانية.